أهلا بكم أعزائي الشباب في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامجنا شباب وآراء. الحقيقة إن شبابنا في جامعاتنا المصرية كل يوم بيأكد نفسه وبيقول إنه عاوز يغير في مجتمعه. الشباب عارف هو عاوز يعمل إيه، بدليل إن الشباب قام بثورة وغير مجتمع. يمكن دوره كان أيام الثورة دور فعال قوي، وشفنا قد إيه غير تغيير كلي لدرجة إنه وقف وصابر لغاية ما تنحى رئيس الجمهورية وبدأت الدولة من جديد تتجه اتجاهات مغيرة. النهاردة بنقول إحنا عاوزين ندعم الشباب، عاوزين نخلي الشباب دوره في مجتمعنا حتى من خلال رئاسة الجمهورية ورئيس الجمهورية إنه يكون دوره فعال في مجتمعه. الشباب مش ممكن يكون مهمش، الشباب لازم ياخد بإيد مجتمعه، ولازم هو كمان يقدم فكره الجديد ويحاول بقدر إمكانه أنه يطرح قضاياه ويحل قضايا يمكن كانت صعبة على جهات مسؤولة، لكن بدور الشباب أكيد ممكن تبقى سهلة جدا. النهاردة هنتكلم مع شباب، ويمكن شباب جامعاتنا المصرية اللي بيقدم مبادرة جديدة في مجال السياحة. طبعا زي ما حضراتكم عارفين السياحة المصرية محتاج حد ياخد بإيديها، محتاجة تبقى قوية، ويمكن دول تانية مرت أيضا ب يعني فترات ثورات الربيع العربي، لكن لقينا إن هي في جانب السياحة ما تغيرتش ما تأثرتش. طب إيه اللي حصل لنا؟ إحنا عاوزين نعود مرة تانية لهذه القوة، ويبقى لنا دخل قومي كبير، خصوصا إن العمالة في مصر محتاجة هذا الجانب من جانب السياحة. إزاي هتكون المبادرة؟ إزاي هيكون الشباب هيقدموا أفكارهم؟ ده اللي نعرفه من خلال هذه الحلقة، ويمكن ملف خاص بمبادرة سياحة بلدنا بينا هتتغير هنتعرف عليها النهاردة. أعزائي المشاهدين بيسعدنا أن نلتقي بكل من الأستاذ محمود فرج محمود القاضي، هو المدير التنفيذي وطالب بكلية الحقوق. أهلا وسهلا بك، منورنا أستاذ محمود. وبيسعدنا أيضا أعزائي المشاهدين أن نلتقي بالأستاذ مصطفى فرحات، مصطفى طالب بكلية سياحة وفنادق بجامعة مدينة السادات ومنسق المبادرة. أهلا وسهلا بك، منورنا. أستاذ محمود يسمح لي نبدأ مع حضرتك. لما بنقول هنبدأ نعمل مبادرة، عدد كبير من الشباب يعني بيغيب عنه فهم معنى كلمة مبادرة. مبادرة سياحة بلدنا لها أكتر من معنى، لكن عاوزين نعرف إيه معنى المبادرة وإيه الهدف من مبادرتكم اللي بتقدموها. هي المبادرة طلاب سياحة السلام. سياحة بلدنا بينا هتتغير. كمبادرة ان احنا بنحط ايه الهدف اللي احنا عاوزين نعمله من المبادرة، وبعدين المشاركين الفئة اللي هتشارك في المبادرة وهتكون داعمة للمبادرة، والجهات اللي هتساعدنا في تنفيذ المبادرة ديت. احنا كطلاب بشكل عام، سواء كان جزء رئيسي فيها سياحة وفنادق، لان هي عملية الهدف فيها تنشيط السياحة واستخدامنا كقوة ناعمة لتوصيل العلاقة بيننا وبين الدول المجاورة كأفريقيا والدول العربية. تاني حاجة ان احنا كطلاب بشكل طلاب كعموم بنمثل مصر في اكتر من في مجال كمؤتمرات او كده. حابين نوصل ان احنا كشباب عاوزين يكون لنا دور فعال متوازي مع الدولة، ان هي ترجع ريادتها في المنطقة تاني كسلطة سياسية، يكون في شباب بنفس المستوى نفس فكرة ان هو نرجع ريادتنا تاني، ويكون في تواصل ما يقتصرش على السلطة السياسية الموجودة، بحيث ان يكون كشباب وطلاب مع بعض فكر متقارب بالنسبة للدول، حلقة وصل قوية غير السلطة السياسية اللي موجودة. يعني أستاذنا أستاذ مصطفى فرحات، يمكن حضرتك الجانب الخاص بالمنسق المبادرة وليك دور كبير جدا في المبادرة بالجانب التنسيقي. قولي أولا، مبادرة سياحة السلام هل هي تتجه إلى نشر فكرة السلام بشكل كلي، ولا هي يعني بوابة أو نافذة من خلالها نقدر نحقق يعني مكاسب للسياحة المصرية، ننمي السياحة في بلدنا، وتعود بعد ذلك بجانب يمكن تلاقي بين شباب مصر وشباب القرن الإفريقي وشباب المجتمع العربي؟ عاوزين تحدثنا عن هذا الجانب. بالفعل المبادرة بدأت يا فندم بالتنسيق بين وزارة السياحة، وزارة التعليم العالي، وزارة أو هيئة
هيئة الآثار أو وزارة الشباب والرياضة. حاولنا احنا ننسق بينهم وبين برضو مشايخة الأزهر، حاولنا احنا ننسق بحيث ان احنا نستضيف طلاب أو نعمل حاجة زي زيارة مجانية، يعني الدولة هتشارك بزيارات مجانية للطلاب ديت، بحيث ان احنا يعني نلغي فكرة نبذ العنف هنا في مصر. يعني هي موجهة للطلاب في جامعاتنا في الجامعات ولا موجهة للناس بشكل عام؟ هو الفئة المستهدفة عامة هي الطلاب، تمام. لأن الطالب ممكن يبقى عندي، هو طالب دلوقتي، طالب جامعي، سنة اتنين تلاتة هيتخرج ممكن وزير، سفير، رئيس دولة، ممكن يبقى محافظ، ممكن يبقى في أي منصب سيادي، منصب مرموق يؤهله إن هو يساعد في إن الدولة ديت، أنا الدولة دي كويسة، يعني رحت جربتها مفيهاش عنف. برضه مشايخة الأزهر بتساعدنا إن هي في ده طلاب في جامعات أفريقية وجامعات عربية المستهدفين، هو الطلاب عامة عامة يعني ولا سواء في جامعاتنا أفريقيا، المصرية؟ الطلاب المحليين، تمام، الأفارقة، العرب، وبنطلع إن إحنا بعد كده يعني هناخد الشريحة الأجنبية تمام. الأوروبية أو الأمريكية. طيب أستاذنا أستاذ محمود، قول لي الشباب الموجودين من طلابنا الجامعيين إزاي يعملوا اللينك بينهم وبين أقرانهم في جامعات أخرى أو في دول أخرى زي دول أفريقيا أو يعني شبه الجزيرة العربية إذا حبينا نتوسع أوي؟ احنا بالفعل بدأنا بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، وبانتهز الفرصة واشكر الدكتورة أمل جمال كلية وزارة الشباب والرياضة لإدارة البرامج الثقافية والتطوعية. في وزارة الشباب والرياضة دلوقتي في مكتب الاتحاد الافريقي موجود، كويس. ده من عن طريقه ان احنا بنبدأ بالتنسيق حاليا، ان احنا في بداية الترم الثاني من العام الدراسي ان الطلاب الوافدين من افريقيا بيدرسوا داخل مصر، ان هي دي اللي هيكون فعلا هنتعامل معاها فعلا وهنبدا نتعامل معاها في معاها هيكون وفد مشكل من طلاب مصريين والطلاب الوافدين الافارقه اللي بيدرسوا في مصر، وان عاملين بروجرام عملتوا حصر لهؤلاء الطلاب كلهم تقريبا افريقيين الافارقه الموجودين في مصر الدارسين في جامعاتنا المصريه؟ لا احنا بالنسبه لنا ما عندناش حصر بالاعداد الموجوده، بس هي الفكره ان احنا يبقى في هيصبح في تواصل، بالتالي ان احنا هيبقى عندنا استطلاع ان احنا نعرف الحصر، وهيبقى في بدل برنامج اكتر من برنامج. هي كبدايه ان احنا ما لناش علاقه بالشباب الافريقي، فهيكون حلقه الوصل بيننا هي وزاره الشباب والرياضه بالنسبه لمكتب الاتحاد الافريقي الموجود فيها. بدانا عملنا بروجرام فعلا، وان 30 شاب افريقي مع 30 شاب مصري عاملين برنامج سياحي موجود، ان هيكون الاماكن السياحيه اللي موجوده في مصر، الاثنين هيكون جروب متكامل مع بعض كلغات كارشاد، كله طلاب من كليه سياحه وفنادق وكليه اثار، بحيث ان احنا هيبقى في التحام متواصل، يعني هيبقى العمليه مش اصبحت ان احنا فوق رايحين فوق نروح زياره سياحيه وان في مرشد بيشرح لهم او واحد، لا العمليه هتقتصر على احنا كده بنبني اواصل جديده، ان دي هيبقى صديق مستقبلي، هيبقى في علاقات قويه بيني وبينه، بالتالي ان هو اوصل رساله لمجموعه لمصر ليه، ان احنا حابين ان احنا خلاص هنرجع تاني لبعض، احنا اولاد القاره السمراء اللي هيبقى لينا قوه في المنطقه. هو بصرف هو هيخلص من الدراسه وهيرجع بلده، انا عاوز يوصل لاقرانه من الشباب ان احنا كشباب بنحب نتكلم عن الحاجات اللي احنا عملناها في اي مكان رحناه، كان قضى معانا وقت ازاي، شايفنا احنا كشباب مصري احنا بنحبهم ازاي وحابين ان احنا نتواصل معاه هيبقى ازاي. دورهم كسفراء بعد ما يتخرجوا. مظبوط، تمام. طب احنا لو حبينا نتوسع اكتر استاذ مصطفى فرحات، ونقول هو اوريدي ان الشباب طلاب في جامعاتنا المصريه من الافارقه هم متواجدين ومتعايشين معانا وشايفين قد ايه احنا بنتعاون معاهم، وهم عاده ما بيقوموا بيستغلوا فترات تواجدهم في ويك اند زياره اماكن، هم اصلا بيستثمروا هذا الوقت. احنا ليه ما نعملش مبادره لاستقبال طلاب من الخارج بالفعل؟ يعني هيجي الطالب من جامعته في افريقيا يجي يشرفنا، ويكون التنسيق ده يكون مع وزاره التعليم العالي، ممكن في بيوت خاصه بيوت الطلاب او الطالبات،
يتخصص ليها، وزارة السياحة تقدم لهم برنامج مجاني، وزارة التعليم العالي تعمل لهم مكان للضيافة استقبال لفترة معينة نقول مثلا 4 5 أيام، وزارة الطيران حتى المصرية ممكن تقدم بعض التذاكر الطيران المجاني على رحلاتها مثلا الغير كاملة العدد، نقول والله يا نقول الرحلة دي عادة في الفترة دي بتبقى غير كام، ازاي نقدر نعمل تنسيق بده من جانب دعائي وسلام زي ما بنقول في زيارات سريعة وخاطفة ونقوم بيها مع شبابنا أيضا. يعني نقول الوزارة زي وزارة شباب والرياضة في مصر، لا هتخاطب وزارة شباب والرياضة في السودان في أي دولة أفريقية ونقول يكون في هذا التبادل بحيث أن الشباب يقدر ببساطة جديدة جدا يتحرك ويتجول داخل القارة الأفريقية، ما يبقاش محصور على الشباب الموجود داخل الجامعات بس المصرية. تمام، حضرتك اتكلمت في الجزء الاول عن حصر الطلاب اللي هم انا مش ممكن اللي هم يعني بيتعلموا في مصر بس، لا انا عايز اجيب طلبه وافدين يعني. طبعاً. عايز ابعت واعمل حركه تجوال كده، حاجه زي دعوه كده ان انا اجلب الطلبه والمعامله بالمثل بالوزارات نفسها. أيوة انت تقدم لي استقبال لخمسة تديني 10 تذاكر، انا اديك هنا 10 تذاكر كده يعني. تمام، بحيث ان الطالب يبقى حتى ان شاء الله تبقى بشكل مخفض يعني او اقل من الربع مثلا في قيمتها الفعليه. لا هو بالفعل احنا اتكلمنا مع دكتوره علا اللي هي مديره الاداره العامه للجامعات بوزاره الشباب والرياضه. كويس. ورحبت جدا بالفكره وقالت انا مستعده، بس هو كان في مشكله محمود طرق لها اللي هي بتاعت بيت شباب، انها حاليا ما فيش يعني كله محجوز. فاحنا بالفعل برضو وضبنا البرنامج السياحي. المدينه الجامعيه ممكن يبقى متوفره؟ هي عايزه بيت شباب مثلا في الاقصر واسوان بتبقى مهيئه فعلا، ويمكن ده في فتره الصيف. ايوه يعني في فتره الاجازات الصيفيه نص السنه او الاجازه الصيفيه تمام اخر السنه. فاحنا تركنا الجزء ده مع الدكتوره علا، ويعني بسم الله ما شاء الله يعني ايه تم معاها والتنسيق معاها بشكل كويس يعني. تمام، ده جزء. الجزء الثاني ان هو البرنامج فعلا هو تخصصي اعداد برامج سياحيه. تمام، ماده عندي في الكليه. بالفعل قمت بإعداد أحد البرامج السياحية 7 أيام 6 ليالي. عرضته برضو على الدكتورة علا، طلبت مني توسيع في مجانا البرنامج. البرنامج مجانا، نقل، زيارات أماكن، إقامة، أكل ومشروب، يعني كل شيء. إقامة ومعيشة ده للطلاب الموجودين في مصر والوافدين برضو. والوافدين يعني هم وافدين جايين في مصر، يعني الطلاب اللي جايين جايين لمصر كوافدين. بالظبط، هو ده كله احنا بنعمل تحت شعار زائر اليوم سائح الغد. جميل. انا هجيبه قعده اسبوع، مهما كان الاسبوع هيخسرني مش هيخسرني كتير يعني. لا هو هيقضي الاسبوع ويمشي مبسوط يعني. الصيف اللي بعده او السنه اللي جايه لا مش هيجي لي لوحده. لا يعني هيجي لي هو والاسره. الاسره هترجع. صح. في عائد مضاعف هيحصل، ده هيفيدني انا بعدين. صح. استاذنا استاذ محمود فرج زمان ايامنا احنا كان تملي نلاقي ثقافة ستوب كده، أنا أسافر العالم ستوب، أقف في أي مكان وأتحرك بهذا الشكل، يمكن أخش قارة من القارات وأتحرك جوه الدول الموجودة ستوب، معايا الفيزا مثلا بتاعتي بتعامل كويس من السفارات، معايا الباسبور بتاعي بتحرك بيه، معايا كارنيه الجامعه بيعرفني او بيعرف الناس بشخصيتي، بتحرك ده وبلاقي الشباب اللي عاوز يسافر ويتحرك في اماكن مختلفه بيتحرك بيسر قوي قوي، يمكن ناس كتيره منهم كتبوا تجاربهم وشخصيات يمكن دلوقتي بقى ليها دور في مجتمعنا المصري، منهم كتاب ومنهم يعني اصحاب كيانات ومؤسسات كانوا بيمارسوا هذا النوع من وسائل الترحال. ليه غابت عننا هذه الافكار وليه ما ندعوش الى فكره ببساطه شديده قوي ان احنا نتحرك في الاقطار المختلفه سواء القطر العربي او القطر الافريقي او ما شابه من هذه الدول من خلال برضك مبادرتكم؟ هي الفكره ان احنا دلوقتي اللي احنا عاوزين نوصل له هي الوحده. تمام، عاوزين نوصل زي ما انت بتقول ان احنا في تجارب ان هم سافروا بره بيبقى في حريه في التنقل، في انعدام الشخص غريب. يعني انا معايا 1000 جنيه مثلا كطالب، والله انا عاوز ازور 3 دول أو 4 دول، هلاقي اعرف ازور يعني، يبقى في حتى كتيب احنا ممكن نعمله مع الدول يعني. بروشور هتروح هتلاقي في السودان، هتلاقي في من الدوله مخصصه لنا كذا، سعر اليوم كذا، هتلاقي بعض المطاعم اللي بتقدم كذا، انت تقدر تعيش في البلد دي لمده 7 ايام بكذا،
احضر حضرتك، بحيث اللي رايح ده مش رايح مصادم لان هو مش معاه مبالغ، هتلاقي حد مننا من مكاتبنا في سفاراتنا المصريه ممكن يدعم لك كذا، ممكن يعمل لك حواله من كذا لكذا. يعني ليه الحاجات دي ما نحاولش ان احنا نقدر نرتبها اكتر ونقدر نذل العقبات بالنسبه للشباب؟ هو ده الدور المنوط بيه المفترض الدوله وزارات الوزارات والممثله في الدوله بشكل كامل بالتنسيق بين الوزارات المختلفه كوزاره الطيران كخارجيه كسياحه. بس انتوا اللي تطلبوه، انتوا تطلبوه عشان ده يحصل. ده اكيد احنا برضو من الحاجات اللي احنا حابين نعملها في المبادره. احنا هي فكره احنا قلنا مثلا الوافدين العدد الموجود بحيث انها تتفاعل، ان الدوله تحس ان المردود بتاعها حاجه كويسه، ان الشباب سعيد ان هو يشارك الشباب المصري في رحله، ان تاخد صدى كامل. وبعدين الفكره بتتطور، ان احنا بنطلب ان كنا بادئين ب 30، لا الفوق اللي بعده هيبقى عدد اكبر. الشباب كتير هيحب يشارك بحيث ان هي هتبقى نموذج ناجح. الفكره ان احنا نعملها دي كطلبنا، دي حاجه احنا بنطلبها لنا كسياحه خير لنا كلنا. ده هيزود عدد الوافدين، مش هنقتصر على فئه معينه من الوافدين للسياحه. ودي حاجه ان احنا برضو واجهناها ونزلناها لما الفتره اللي فاتت، ان السياحه كانت ضعيفه، الاقبال فيها ضعيف في مصر بسبب الاحداث السياسيه، ان كان اللي بيجي مصر بسبب تخفيض الفنادق العملاقه المصروفات بتاعتها او ثمن الاقامه، ان جت فئه ما اتعاملتش معاها قبل كده، فبالتالي راحت قافله قالت لا خلاص اقفل بدل فئه جديده عليها. فهو ده لو الفئه دي بتبقى مستوى تاني، او ان انت بتحطها احتياطي ليك، ان انت في ظل ظروف زي دي كانت ممكن تنقذك ان انت ما توقفش السياحه عندك. امال هي مصر كانت في الاول معتمده على مجموعه معينه من الاشخاص المعينين او الفئه مستهدفه معينه اللي هي بتيجي مصر بحالها بس. فدي حاجه يعني كسلطه سياسيه او القائمين على الامر بالنسبه للوزارات كتخطيط ورؤيه، يبقوا عاملين اداره ازمات لحاجه زي كده، متوقعين ان حاجه ممكن زي كده تحصل، يبقى في بديل ان يجي سياح، ما تبقاش مقتصر على فئه معينه. ودي حاجه من ضمن الاسباب ان احنا بنحاول نجيب ناس ثانيه غير الفئه اللي بتيجي خالص. يعني كطلاب عمر ما تظل بتفكر ان هو يجي سياحه يجي في مصر، واحنا عاوزين يبقى دي داعم ان هو يجي يقابل شباب مصري، ان هو تبادل الثقافات، ان تبقى العمليه كتلاحم بيننا، ان احنا ازاي نفكر مع بعض ان احنا نبقى اقوياء في الدوله اللي احنا في المجموعه اللي احنا فيها كقاره افريقيه او دول عربيه، يبقى في اختلاط مباشر. هو ده اللي احنا عاوزين نوصل له، ودي تكون وسيله يعني ان احنا نستقطب الفئه البسيطه دي، فئه الطلاب بصرف النظر مش لازم يكون رجل اعمال عشان يجي يقضي اسبوع في مصر او يجي يعمل عمليه سياحه في مصر. استاذ مصطفى فرحات، صدى مقابلاتكم مع هذه الوزارات، هل يعني قابلتم وزير من هذه الوزارات في مكتبه عرضت افكاركم؟ هل كان هناك صدى فعلي وتنفيذ على ارض الواقع لبعض مطالبكم؟ هو بالفعل تم يوم الخميس 4/12/2014 مقابله استاذ حسن سليم رئيس الاداره المركزيه للبحوث والتدريب بوزاره السياحه، ورحب جدا بالفكره، وكان معاه الباحثه استاذه هبه يسري باحثه بالاداره المركزيه للبحوث والتدريب، والاستاذ احمد الشاعر مدير الاداره العامه للعلاقات العامه بوزاره السياحه. تم مقابلتهم وعرض عليهم الفكره، وتم اعداد خطاب موجه لسياده الوزير بتاريخ 4/12. كان ايه طلباتكم؟ ايه اللي طلبتوه؟ يعني انت هو في برنامج سياحي، انتوا شغالين اصلا في بسياحه الفنادق، يعني انت في كليه سياحه فنادق. ايه اللي طلبتوه من خلال رؤيتكم؟ يعني من وزاره السياحه انها تقدمها لكم عشان تحققوا هذه المبادره. هي طلبات بسيطه يعني مش طلبات شديده يعني. هو كل المطلوب ان هو انا لما اجيب فوج من بره، طبعا اما اروح اتفق مع سفاره معينه ان هي يعني تعمل لي حصر للطلاب الموجودين او ترشح لعدد من الطلاب ان هم ينزلوا مصر. الاسبوع اللي هم هيقضوا فيه البرنامج هم اللي موجودين في مصر ولا اللي هتستضيفهم من الخارج؟ سواء كده او كده. تمام. ده كله هيتم ترشيح من السفاره طبعا عشان الظروف السياسيه اللي احنا فيها. فهيتم لجوء القنصليه او السفاره اللي موجوده في مصر تجنبا للمشاكل. ده السفاره الموجوده في البلد اللي هتستضيف، اللي انتوا هتستضيفوا منها، هي اللي تختار النماذج من الشباب. طبعًا. بالتنسيق مع الجامعات مع المؤسسات كده، في ممكن تكون في اطار منافسه او مسابقه كمنحه
يعني ده ممكن تعمله جامعة هناك، انه كمنحة بتقدمها للطالب المتميز في كذا وكذا، فتاخدوا الطلاب المتميزين قوي اللي هم زي ما قال استاذنا استاذ محمود، احنا عاوزين الطلبة دي اللي بعد كده تبقى وزراء هناك، هتبقى رؤساء جمهورية، هتبقى لان بنشوفه حاليا في مجتمعنا المصري من ناس بالفعل درسوا في جامعاتنا بقى لهم ولاء. ويمكن حاكم الشارقة مش بعيد عنا، هو تخرج من كلية الزراعة، شوف قد ايه حب الكلية، حب مصر، بيهتم جدا بالكلية وما بيأخرش عن هذه الكلية بعطاءاته. هتطلبوا ايه من وزارة السياحة توفرها لكم لهؤلاء الطلاب المتميزين؟ هو المطلوب ان هو بس يبقى يعني في جهة من الجهات السيادية، سواء وزارة او هيئة او اتحاد، طبعا اتحاد غرف السياحة وغرف فندقية، هيئة تنشيط السياحة، المجلس الأعلى للآثار. في مشاكل كتير احنا بنقابلها في السياحة هنا في مصر، زي الطاقة الاستيعابية في الأماكن السياحية، الفلاش بتاع التكنولوجيا، الكاميرا الديجيتال، الحاجات ديت، دي حاجات كلها بتضر بالأماكن الأثرية. فأنا يعني اقتراح شخصي اللي هو، وطبعا ده كله مندمج في المبادرة، اللي هو أنا لازم أعزز حاجتي، يعني لازم أخليها غالية. طاقة استيعابية مثلا الأهرامات 25 فرد، ما دخلش 30، لو دخلت 30 غلط، لا 25 يدخلهم، أما الخمسة التانيين مع خمسة مع خمسة من مجموعة تانية فهيتأخروا. هي الوزارة فعلا بتقوم بده، هو فعلا ما فيش زيارات بهذا الكم إلا بحدود معينة. هو فعلا بيتم مناقشة مشكلة الطاقة الاستيعابية ديت، عشان يعني ما تعملش مشاكل في لكن ما فيش الأماكن سايح الأثرية. مش شايل كاميرا، ما هو بالظبط جاي عشان يقضي وقت ممتع ويسجل لحظات مهمة قوي، طبعا حضرتك عارف، والكاميرا دي هتخلي الناس كمان تشوف آثارنا قد إيه مفيدة. ايوه. طب معلش يعني هو ال 25 كل واحد، حضرتك بتقول يعني ما فيش سايح مش شايل كاميرا، انا ال 25 اللي هيدخلوا في المرة كل واحد فيهم معاه كاميرا؟ لا أنا أقصد في أماكن معينة يعني الأثر نفسه بيتأثر، بنقول والله يا جماعة ما بالظبط. تصوروش، إحنا ممكن نديكم صور بنبقى مطلعها الوزارة على سبيل الهدايا أو تشتروها، دي عن الأثر، لأن الأثر ممكن يتأثر بالفلاش أو يمنع، يبقى في جانب أمني ما المفروض إن إحنا ما نستخدمش في المنطقة دي نوع من الكاميرات، وده شيء في أي دولة ممكن يحصل. تمام فعلا، بالذات في مصر بقى عندنا يعني مشكلة اللي هي بتاعت الطاقة الاستيعابية ديت بيتم التجاوز عنها، بمعنى ان في مرشد سياحة بدل ما يتعب نفسه 25، لا انا هدخل 30 مع 30 عشان ايه، اخلص وامشي عشان اروح المكان اللي بعده. يعني التأخير مع تأخير ده بيأثر على البرنامج السياحي. انتوا تطلبوا من وزارة السياحة انها تهتم بده وتراجع ده على طول. طبعا وزارة السياحة مع مجلس الأعلى للآثار، بالإضافة إن في مشكلة قضية تانية بقى، قضية المرشد الصامت دي برضو قضية، يعني مرشد صامت. المرشد الصامت، المرشد المصري بيطلع مع جروب سواء ألماني مثلا، ألماني جروب ألماني جاي مع التور أوبريتور بتاعه، التور أوبريتور دارس إيجيبتولوجي للأسف، يعني أكتر مننا، إحنا أكتر مننا، أنا كمصري دارس أكتر مني. طب يعني هو ما يجي، طب الفوق بيبقى شايل تكلفة الأوبريتور لو سنة، هو الفوق عنده استعداد انه يشيل تكلفته. ليه؟ عشان اما ينزل، انا اسف في الكلمه، يا مرشد يا مصري انا معايا المرشد بتاعي، انت مش هتضحك عليا، هو درس احسن منك، هيديني المعلومه كامله. طبعا وزاره الداخليه او اجهزه الامن اللي بتبقى موجوده في الاماكن الاثريه او الاماكن السياحيه عامه ما بتسمحش بكده، فشركه السياحه المسؤوله عن الجروب بتطلع مرشد سياحه من عندها، ما هو الا مع الكرنيه مرافق بس كده، بس. يعني ذللهم معقبات الدخول والخروج، بالظبط، هو لكن يعملوا المرشد الفاسيلتيز الثاني بتاع انت طبعا البروجرام. رافض ده لان ده بيسئلنا. ايوه طبعا، يعني انا ازاي انا هتخرج دلوقتي واشتغل في المجال ده طيب وانا حضرتك حاسس ان هو ملوش قيمه؟ قلت ان المنافسه هنا مهمه قوي، اللي جاي من الخارج كمرشد اكثر الناس معرفه بحضارتنا طبعا والاثر الموجود فيها، طيب ليه احنا ما ننميش ده اكتر، وليه ما نخلوش على نفس المستوى او اعلى من المستوى اللي المفروض يكون، دي بلدنا واحنا اكتر ناس معرفة بيها. هو المفروض ان انا يعني فعلا انميه وارفع مستوى المرشد السياحي، سواء خريج اثار او خريج ألسن او خريج سياحه وفنادق قسم ارشاد. بس للاسف بيقابلنا مشكله ثالثه، اللي هو اي مقبره بنكتشفها، او مش غالبا يعني اوقات بنلاقي لجنه فرنسيه اللي جايه تكتشفها، مرفق معاها بعض المكتشفين المصريين هم دارسين اثار جيولوجيا حاجات من ديت، بيقوموا مرفقين معاهم. الاثر بيتاخد ما بنحطش في المتاحف المصريه، لا ده بيطلع بره. لا اسمح لي ما بيحصلش كده،
لا في فعلا يعني، في فعلا لجنه فرنسيه، يمكن ده كان زمان وكان مرفق معها دكتور عندنا في الكليه. لا بس في يعني في شيء ممكن يطلع مثلا للخارج اذا كان هيتعالج مثلا في حاجه طفيليات بتاع بتاثر على ده ممكن يطلع، لكن يطلع على انه احنا اكتشفناه هو ياخده منه، لا ده هو لا بيجي هي حقن الشاب المشكله، بس. المشكله دي انا اسف معلش، المشكله دي مش بنفس الخطوره بتاعت مشكله القضيتين اللي هم الاول اللي هي الطاقه الاستيعابيه والمرشد الصامت، بس انا لازم اخلي حاجتي غاليه عليا، انا رخصت حاجتي محدش هيعملها قيمه. دي قضية. طب نعود إلى المبادرة تاني يعني مع الأستاذ محمود. أستاذ محمود، إحنا عاوزين نعمل مبادرة الهدف منها السلام، إيه اللي هنقدمه من خلال جولاتنا يخص الجانب الخاص بالسلام؟ هل هو التعايش فقط وإنه بيتحرك في شوارع شايف قد إيه الناس بسطاء، ولا إحنا هنحط له رسائل معينة لتقوية العلاقات وقد ايه ان احنا يعني عندنا عقيده وعندنا اخلاقيات وعندنا ديانات بتدعو لده في قالب معين، يعني نزوره مثلا اثارنا الاسلاميه، اثارنا القبطيه مثلا، نعرفه بالكنائس، نعرف نبين له قد ايه السماحه، قد ايه المؤاخاه، نعرفه ده. هو ده هيكون جوه البرنامج ولا البرنامج كله سياحه لا هو فقط؟ ده فعلا موجود في البرنامج، واضيف على الكنائس والمعابد في زياره كمان للازهر الشريف، كويس وديت بالتنسيق مع مشيخه الازهر انه هيكون في احد المحاضرين يوضح ازاي احنا كدين اسلامي وكاسلام الدين بتاعنا بيدعو للسلام ويدعو للمحبه، وان احنا كلنا بنندرج تحت اسم الانسان. القارة الأفريقية تقريبا الديانات قريبة من بعض، يعني ايوه هنلاقي فيها الديانة الإسلامية منتشرة، الديانة المسيحية أيضا منتشرة في مظبوط القارة الأفريقية. مظبوط. فكرة ان احنا السلام اول حاجة بنتلقاه كان الوجوه بتتقابل ان احنا بنلقي السلام على بعضنا، السلام عليكم. فهي ديت فكرة ان حتى في الوضع الراهن ان معظم الجماعات المتطرفة بتندرج او بتدعي بالباطل ان هي بتنتمي للاسلام. تمام. فاحنا كنا عاوزين ننهي الفكرة دي خالص، ان مش الارهابي او البتاع ده اكيد حاجة ملوش علاقة بالاسلام اصلا، لان ده مش معانا او مش تبعنا. فهي دي حته ان احنا كنا عاوزين نوصلها للناس برضو او للجروب اللي هيكون معانا، ان الاسلام دين سامح بيدعو للسلام، ويعني كرساله بسيطه في الوضع الراهن ان اي حدث بيحصل ارهابي في العالم بحاله يقول لك ده انسان مسلم. يعني اصبح الارهاب مرتبط بالرغم ان لو اي واحد تاني غربي ارتكب نفس الجرم بيقولوا عليه جريمه، تمام بيوصفوه ان هو جريمه او ان هو تمام شخص مجرم. طب اسمح لي، احنا ليه محصورين على الجانب الافريقي والعربي رغم ان السياحه هنقول طبعا العربي ممكن هتبقى، لان في دول شقيقه شقاء لبلدنا مصر كانوا بيزورونا وكانوا بيعملوا عندنا اشغال سياحي، غابوا عننا شويه. افريقيا يمكن فيها برضك منافس كبير جدا، لان في بعض الدول الافريقيه بسم الله ما شاء الله في الجانب السياحه متفوقه قوي، ونشوف بعض الدول العربيه متفوقه ايضا. ليه ما نتجهش الى الجانب الخاص بدول حوض البحر الابيض المتوسط، ويمكن احنا يعني عاوزين نستهدف منهم عدد كبير جدا زي مثلا دول اوروبا، ليه ما يكونش الاتحاد الاوروبي كمان بيبقى على صداره اهتماماتنا؟ ليه ما بنحاولش نتواصل مع شباب الجامعات في هذه الدول علشان يدعوا اهاليهم يتكلموا عن مصر اكتر، نتعرف عليهم اكتر، نعمل تبادل زيارات، وان شاء الله حتى ما تكونش في قالب سياحي من وزاره، لا احنا ممكن نكون استضافات في منازلنا حتى، يعني ممكن قوي اراسل طالب في الجامعه وهو يراسلني، بالنسبه للبنت ممكن تراسل صديقه ليها ايضا، وتشوف بقى القيم والاخلاقيات، اتفقنا خلاص ممكن ادعوها، ويبقى هنا في تسهيلات بقى بالنسبه للوزارات، يبقى انا اسهله في التذكره، انا هقلله في التكاليف، يعني لما يجي مثلا يخش مثلا المتحف المصري بيلاقي ان سعر بالنسبه للسائح العادي سعر، لا ينزل بقى يبقى سعره قليل جدا يكاد يكون قريب من سعر المواطن المصري، ده لو كنا بنميز ما بين الاثنين. ليه ده ما يحصلش وما تكونش الافكار تواصليه اكتر، ونشيل عبء شويه عن الوزارات عشان نوسع دايره لقاءاتنا مع الشباب؟ هو ده بالفعل احنا ده حاجه في خطه عاملينها قصيره المدى وطويله المدى. تمام هي فكره ان انا نبدا الاول اول حاجه شباب الجامعات
وطلاب الوافدين بيدرسوا في الجامعه، كبداية دي خطوه اولى. جميلة. بعد كده اكيد بعد ان شاء الله تمانين النجاح للفكره واستقبالها للوزارات اللي مشاركه معانا واللي هتخش معانا في المبادره بالمردود بتاعها، فبالتالي هنوسع النطاق، هيبقى في مرحله تانية. المرحله التانيه ان انا ابتدي اجيب بقى وافد يكون هو بيدرس في الجامعه هناك في بلده. تمام. اجيب مش هو كده، انت حتى كلامك مظبوط، واحنا وصل لنا الفكره ان اللي عايش هنا الوافد هنا، ما عايش هنا وعارف الشعب المصري وعارف طبيعته وحبه وخلاص، بس هي فكره ان انا ابدا اخد خطوه ودي السهله بالنسبه لي. تمام. مش هيبقى فيها معوقات كبيره. بعد كده المجتمع الافريقي والعربي. بعد كده دي مش على مستوى الاوروبي فقط، مستوى امريكي الاخر، صح. شباب امريكي. بس هي الفكره ان احنا نبدا، صح، ان احنا نبدا خطوه رقم واحد، في خطوه صح. اتنين، في خطوه ثلاثه. تمام. بما بنتكلم على السياحه، اسمحوا لنا بقى نتكلم على السياحه وايام زمان بتاعتنا وايامكم دلوقتي. زمان زي ما كنا قلنا بنسافر بفكره ستوب ونركب ويبقى في امان، حتى يمكن المجتمع الانساني اتغير دلوقتي، بقى ما بقوش في امان اكتر، لكن بنلاقي ده كان متواجد قوي يمكن في فترات السبعينيات الثمانينيات، الفتره دي كان فيه، ويمكن كان فترات قبلينا بنلاقي نوع من الامان. الشباب المصري ليه ما بيتجهش للسياحه العالميه ويحاول بقدر الامكان انه يلف العالم زي ما بنشوف الامريكي، الشباب الفرنسي، الشباب الاوروبي في اي دوله من الدول الاوروبيه، الشباب العربي كمان يمكن ما بيعملش ده. ليه احنا ما نحاولش ان احنا نقوم بهذه التجارب ونلاقي ان في يعني نقدر انا الف العالم، اروح مثلا في الصيف ده اتحرك. ليه ما يكلمش السفارات في مصر؟ انتوا سفارات الدول الاجنبيه، انتوا ليه ما بتذللوش موضوع السفر للشباب؟ ليه كل اعتقادكم ان الشاب لو هيسافر فرنسا يبقى مش هيرجع تاني؟ ايه الضمانات اللي ممكن توفرها السفاره المصريه هناك؟ يعني ايه الشيء اللي ممكن يضمن ان الشاب اللي هيروح ده يرجع تاني، مش هيروح ويتوكل على الله كده يشتغل؟ تمام. هو اول نقطه انا احب ان الشاب المصري، المواطن المصري اللي حابب بلده، قبل ما يفكر ان هو يخرج بره يطلع بعثة بره، فانا افضل ان هو يطلع الاول على معالم بلده. بعد ما يتم الاطلاع على معالم بلده كلها، بعد كده اعمله بعثات علمية او ترفيهية او لدول اوروبا والعالم. وزارة السياحة فعلا بتنسق الموضوع ده دلوقتي. السنة دي مسفرة أكتر من 30 طالب على مستوى جامعات مصر، كويس، مسفراهم لألمانيا تقريبا. طبعا بيتم اختيارهم عن طريق الجهات الأمنية والجهات السيادية، يعني بيتم اختيارهم بعناية شديدة جدا عشان ما يحصلش حضرتك بتقول عليه، اللي هو يروح يشتغل وما يرجعش تاني. فتبقى الضمانات اللي الوزارات، لو عاوزين نخلي الثقة تانية بينا بين السفارات هنا في مصر المانحه للتاشيره، يبقى في يعني في ثقه ان الشاب ده يروح للسياحه ويرجع تاني، مش هيروح ويسيب دراسته هنا ويقعد هناك في الدوله اللي رايحه. يمكن ده للاسف بنلاقيه في الشباب. تمام. هو الطلاب لما بيروحوا البعثات بيحصل تبادل طلابي وتبادل معرفه ثقافيه. تمام. ده بيساعد اما يبقى بين طالب وطالب، والطالب يعني الطالب المصري لما يروح المانيا يسيب خلفيه كويسه عنه، خلفيه حضاريه يعني تشيد بان المواطن المصري او الشاب المصري، صح، الطالب المصري عارف هو عاوز ايه ورايح ليه. بالظبط. صح. بالظبط. بشكر حضراتكم، اتمنى لهذه المبادره الخير ان شاء الله، وانها تكون فعاله اكتر ان شاء الله. ان شاء الله. احنا خلصنا وقت الفقره، لكن قلت لي انت ليك كلمه في اقل من دقيقه حضرتك. انا فعلا عايز اشكر، يعني هي قد تكون قائمه طويله بس اعذرني. لا نختصرها على قد ما نقدر. حاضر. اتفضل. احب اشكر اخويا محمود ان هو ساعدني في تنفيذ وتنسيق المبادره. تاني حاجه احب اشكر الاستاذه الدكتوره منال احمد مسعود عميد كليه السياحه وفنادق جامعه مدينه السادات. احب اشكر الاستاذ الدكتور رئيس جامعه مدينه السادات، والاستاذ الدكتور احمد محروس خضير، والدكتور احمد
احنا بنشكرك وبنشكر كل اعضاء المبادره معانا، واتمنى لك مزيد التوفيق. بنشكر اعزائي المشاهدين كل من الاستاذ مصطفى فرحات مصطفى والاستاذ محمود فرج محمود القاضي. شكرا لكم يا فندم على هذا اللقاء الطيب. شكرا واتمنى لكم مزيد التوفيق. شكرا لمريم. شبابنا خليكم معانا، احنا لسه هنطلع فاصل ونرجع تاني لحاجات تانيه كتير قوي تهم الشباب، يمكن على راسها التنميه البشريه ومبادره يمكن جديده كلنا ايد واحده. هنتعرف على كل هذا من خلال حلقتنا. خليكم معانا، نعود معكم مرة ثانية. عدنا معاكم مرة تانية أعزائي الشباب وشباب مصر اللي شايف قد إيه إن بلده محتاجاه وإنه عاوز يغير بإرادة وبقوة، مش بس بقوة ده كمان بمعرفة. بيسعدنا أعزائي الشباب أن نلتقي بكل من الأستاذ ماجد الفار صاحب مبادرة كلنا إيد واحدة بكلية التجارة جامعة جامعة إيه يا فندم؟ جامعة بنها. أهلا وسهلا بيك. أنا بحضرتك بس تعليق بسيطة، أنا فضل. صاحب الفكرة هو إسلام شندويلي من جامعة سوهاج. تمام. أنا مجرد إن أنا مشارك، أنا مسؤول عن لجنة التدريب والتخطيط، مسؤول عن الجزء دوت فقط في المبادرة، لكن الفكرة تعود لصاحبها. جميل، بشكرك إن أنت بأمانتك طبعًا بتوجه لصاحب الفكرة. ومعانا أيضًا الأستاذ محمد مبروك سالم مدرب تنمية بشرية كلية أصول الدين جامعة الأزهر. أهلًا وسهلًا بيك، منورنا ومشرفنا. أنا عاوز أسأل الأول على الجانب الخاص بحب البلد، وإن إحنا بنعمل عمل بنتوجه فيه دايماً لربنا سبحانه وتعالى، وحبنا لبلدنا هو الدافع الأساسي بعد كده. إزاي بنشوف عطاءاتنا دي مثمرة في مجتمعنا المصري؟ عاوزين نعرف إجاباتكم صراحة. نبدأ بمين؟ بأستاذ ماجد الفار، اتفضل. حضرتك إحنا كمجموعة من شباب الجامعات على مستوى الجمهورية حابين إن إحنا نشارك في تطوير بلدنا وإن إحنا نخرج من عنق الزجاجة اللي إحنا فيه حاليا بسبب وضع الثورتين ورا بعض. دوت وضعنا في منطقة ضيقة قوي علينا، هتأثر كتير قوي على مستقبلنا وعلى إن إحنا لما نخرج نلاقي فرصة عمل. لو إحنا كشباب وقفنا ساكتين بنتفرج على قيادات الدولة هي اللي بتتحرك وهي اللي بتبني،
مش هنقدر ان احنا نوصل بسرعه المطلوبه علشان نلحق نبني مستقبلنا احنا كمان. فجت من هنا الخطوه ان احنا نبدا ان احنا نوحد صفنا كشباب جامعات، وان احنا نبدا نقوم بدورنا في تطوير البلد وتنميتها من جانب طاقة الشباب ووعيها بالدمج مع خبرات القيادات الكبيرة. تمام. يعني مثلا شكلها سميتوها كلنا ايد واحدة. ايوه فندم. تمام. الفكرة نشأت ان احنا خارجين من ورا ثورتين، وكان في نظير بفتنة اهلية في ثورة 30/6، فعاوزين ان احنا نوحد صفنا، وان الفئه اللي هي لسه شايفه ان دوت وضع خطا عاوزين نبدا نتكلم معاهم ونبدا نوعيهم، لان كان حصل للاسف في الفتره اللي فاتت ان في بعض الشباب، يعني هقولها بالمصطلح البسيط، ان هم جالهم افكار سلبيه بدات تاثر على تفكيرهم وعلى نمط حياتهم، وبداوا يمشوا في اتجاه عكسي، بدل ما هم بيدفعوا بعجله التنميه للامام، بدل ان هم يكونوا سبب في ارجاع عجله التنميه وان البلد تقف على الخطوه دي. لو احنا بدانا ان احنا نتكلم معاهم ان احنا نرجعهم ونحاول ان احنا نوعيهم ونفهمهم بالخطوره الموقف اللي هم متخذينه دوت، وان هم يبداوا يرجعوا يبنوا معانا، فدوت هيساعدنا كتير وهنكسب اكتر ما احنا بنشتغل في صف لوحدنا. تمام. فهي من هنا نشات الفكره ودوت بدايه التنفيذ اللي احنا شغالين عليه باذن الله. انتوا بتصلحوا يعني مساوئ الفتره السابقه او فتره الثوره ومشاكلها، بتحاولوا بقدر الامكان تتلافوها وتعيدوا الامور الى نوع من الوئام والسلام المجتمعي؟ اكيد. تمام. ده اللي احنا بنحاول ننفذه فعلا. استاذ محمد مبروك، انت مدير التنميه البشريه، ويمكن الجانب الاخلاقي ومن خلال كليه اصول الدين جامعه الازهر يمكن بيبقى ظاهر قوي في هذا الجانب الخاص بالتنميه البشريه. قد ايه شبابنا محتاج لنوع من التنميه بتشمل ساعات العقيده، بتشمل ساعات معرفه مهاراته، انه ازاي يقدر يقدم شيء يستفاد منه ويقدر يفيد غيره بيه؟ كلمنا بشكل عام عن معنى التنمية البشرية في ظل هذا الأمر. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ده أنا عايز أسأل المشاهدين الكرام على سؤال بسيط جدا، عايز أعرف يعني إحنا ربنا خلقنا ليه؟ ربنا خلقنا ليه في الدنيا دي؟ ليه اتوجدنا؟ هي الإجابة طبعاً رسالة. لا للعبادة، إحنا خلقنا للعبادة. تمام. ولهذا خلقنا. رسالة من قضية. تمام. بس الرسالة دي أديناها على أكمل وجه زي ما ربنا طلبها منا. تمام. أديناها على أكمل وجه ولا لسه في ناقصة، في حاجات ناقصة، في حاجات عايزين نمشي عليها، في قوانين أساسية لازم نسير عليها عشان نوصل للعبادة الكاملة، عشان ربنا يتقبل منا عبادتنا، عشان ربنا يتقبل منا عملنا. وعبادة الله ليست إذلال. تمام. ولا قهر. عبادة الله هي دائما عبادة محبة وخير وفائدة للعبد أكتر. تمام. لأن الله سبحانه وتعالى غني عن عباداتنا، فهو دائما عاوز لنا الخير. تمام. ومن هنا نوصل لمصطلح التنمية البشرية. مصطلح التنمية البشرية ده احنا فهمناه غلط، أو نزل بلادنا بطريقة غلط، انتشر ما بيننا بطريقة خاطئة جدا. تمام. مفهوم التنمية البشرية ده أصلا ما اتوضعش علشان احنا نفهمه على أساس إن الموضوع ده على اساس ان المصطلح ده اتوجد ان احنا من خلاله ننمي مهاراتنا، ننمي خبرات عندنا موجوده، زي مثلا فن الالقاء مثلا، دي مهاره، دي مهاره تكتسب. تمام. هي موجوده عندك، بس عايز تدريب معين، عايز تدريب الخطابه ممكن. تمام. عايز تدريب معين عشان توصل للحد اللي انت تتكلم قدام الناس تاثر فيه. فمصطلح التنميه البشريه احنا لا، ومش بس تاثير، لازم اكون انا صاحب رساله متزنه قوي عشان اوصلها، لان انا مش بس ان انا عندي قدرات ان انا اوصل عباره او رساله، لما انا ممكن اوصل رساله لكن الهدف من وراها شر. تمام. لكن لابد ان يكون هذا الهدف خير لوجه الله او لوجه مجتمعنا، طبعا من بعد الله سبحانه وتعالى، انه في الخير الاول، وبعد كده يبقى يصيغ هذا الامر الى جانب جيد، ما يبقاش محترف لتوصيل رسالات وفي الاخر ما بيقدمش غير مشاكل. هو بدايه مصطلح التنميه البشريه اصلا خاطئ. مصطلح التنميه البشريه ده وضع في الولايات المتحده الامريكيه، وضع ساعه ايام الحرب العالميه الثانيه. هو معناه ايه اصلا الكلمه؟ المصطلح ده معناه ايه؟ معناه هو يعني عايزين نخرج الناس من الفقر والمرض اللي هم عاشوا فيه بعد مرحله الحرب العالميه الثانيه. ده معناه الرئيسي، ان احنا نطلعهم من الفقر والمرض الى الحياه الافضل دائما، الحياه يعيشها. صح. معاه ماده كويسه، معاه مكان كويس، معاه حاجات تحافظ عليه ان هو ما يتعبش، وحاجه زي كده. فمن هنا هندرج لتعريف السلوك. معناه ايه السلوك؟ عايزين نغير السلوك ده. اللي احنا بندرسه ده، السلوك ده دي مهاره
احنا اتعلمناها ازاي نغير سلوكنا. السلوك ده هو التصرفات التي يقوم بها الشخص عشان يحقق النجاح بتاعه. كل واحد لينا سلوك ليه سلوك معين بيمشي عليه. اخدت دوره في تدريب تنميه بشريه حضرتك ولا ازاي قدرت تاخد هذا المنهج الخاص بالتنميه البشريه؟ حضرتك حضرت ان شاء الله باذن الله مع دكتور دكاتره العظام جدا دكتور شادي صبري دكتور احمد شاهين حضرت معاهم واعتمدت منهم في المواد التدريبيه. ده داخل الكليه؟ داخل كليتك ولا داخل خارج الكليه؟ خارج الكليه تمام. احنا عندنا الكليه ما فيش مجال يدرس فيه تنميه المهارات اسمها تنميه. ليه مع ان المفروض ان جامعه الازهر يعني بتخاطب العقول والاذهان وبتنمي العقيده وكل ده خارج من كيان واحد الدين الاسلامي وممكن الدين المسيحي يدعو اليه ايضا، فالعمليه اذا كانت واخده في الجانب الديني فلاقيها فيها نوع من القوه اكتر، ليه ما يحصلش يعني؟ دايما في كل مجال اخطاء. خطأنا الوحيد في الكليه عندنا في الاصول دي في قران، في حديث، في مواد شرعيه، في كل حاجه. والجو جميل وكل حاجه كويسه. بس في تدريب على ده؟ انا عايز اطلع من الكليه عايز ابقى محاضر كويس. طب نقول ان احنا محتاجين ده يكون في الكليه ونقنع بيه عميد الكليه رئيس الجامعه ان يكون في مناهج خاصه بالتنميه البشريه مش موجوده يعني حاليا على تمام. مستوى الجامعات المصريه تمام. ولكن احنا بنقول زي ما هي مش موجوده في الجامعات المصريه لكن لو بدات جامعه الازهر بوضع منهج للتنميه البشريه في قالب ديني عقيدي محترم قوي يوجه الناس بفكر اسلامي معتدل او فكر ازهري معتدل كمان هنلاقي ان ده ممكن يعني يخلي الناس ما فيش تطرف ما فيش خروج عن تعليم الدين. احنا بالفعل بنعمل على ده تمام. كان في الاسبوع ده كان في مبادره نزلت عندنا الجامعه اول مره تحصل على يعني على مر التاريخ في الازهر في مبادره تنميه بشريه جايين يعرفوا الطلبه اساليب المذاكره الحديثه. اتضح هو يعني المدرب قام ادى المحاضره الطلاب قاعدين قدامه اساليب سهله جدا ومتوفره جدا وبقوا في بعض الطلبه بس هم عايزين يطلعوها. ازاي نطلع ده بقى؟ تمام. ازاي نشتغل على ده؟ اعتقد ان الازهر مش ضد اي حاجه ممكن يكون فيها تنميه بشريه. استاذ ماجد الفار مره ثانيه مبادره كلنا ايد واحده. قول لي مبادره بدات ازاي؟ وقول لي وصلت لايه من انجازات اذا كانت حققت انجازات في الفتره السابقه. هي المبادره في البدايه بدات كفكره عن الاسلام الشندويلي بدا ان هو يبدا يدرس الفكره ديت ويشوف اليات التنفيذ اللي ممكن نشتغل بيها على ارض الواقع. بدا ان هو يخاطب من كل جامعه واحد من القدرات الطلابيه اللي فيها علشان نبدا نجمع تيم من على مستوى الجامعات المصريه كلها يبدا يشارك بالافكار بتاعته. كل واحد كان عنده فكره وعنده مجال معين هو قوي جدا فيه فبيقدر ان هو يفيد فيه. يعني مثلا انا بدرب تنميه بشريه في جامعه بنها وفي مدينه بنها دوت المنطقه الاساسيه طيب. فانا لما انا دخلت معاهم انا مسكت لجنه التدريب والتخطيط وبدات ان انا اجتمع بفرق مدربين تنميه بشريه من اكتر من 6 جامعات لان هم دول اللي انا علاقتي بهم كويسه وحضرت التدريبات بتاعتهم وشايف قدرتهم على ارض الواقع. فبدانا ان احنا نجمع البرامج بتاعتنا ونبدا نشوف كل واحد فينا هيقدر يقدم ايه وبنراجع ديت مع بعض المدربين الكبار اللي احنا دايما على تواصل معاهم علشان نستفيد من خبرتهم بحيث ان احنا ما نعيدش التجارب اللي هم مروا بيها ناخد الخلاصه ونبدا ان احنا نبني عليها. قدرنا ان احنا حتى الان بعد قدرنا ان احنا نوفر دبلوم التنميه البشريه هننفذها في كل الجامعات المصريه. هي هتبقى عباره عن 3 برامج اساسيه نظريه قبعه 6 للتفكير وديت احنا بنهدف منها ان احنا نطور الفكر الطلبي فكر الطلاب وان احنا داخل القبعات 6 في قبعه اسمها القبعه البيضاء دي خاصه بالمعلومات. فلما انا ادربه ازاي يستقبل المعلومه ويتاكد منها قبل ما يبدا يستغلها. يعني مثلا في الفتره الاخيره كان في معلومات دينيه للاسف بدات تتداول معلومات خاطئه في الدين بدات يتداولها. فلما انا ادرب الطلبه من دلوقتي ان هم يشوفوا المعلومات ديت ويبداوا يتاكدوا منها ويعني مثلا لما معلومه دينيه انا هرجع لكتاب ربنا ولسنه نبيه صلى الله عليه وسلم لما اتاكد من المعلومه دي تقدر ان انا استغلها. لكن لما تثبت عدم صحتها فما ينفعش ان انا استغلها لان انا هبدا كده ان انا ابقى ضر. فانا بدوت انا ده جزء مهم جدا ان انا بستعرفه من خطه التدريب والتخطيط في اللجنه تمام. في الناحيه برضه في القبعات انا بس هدف برضه رئيسي ان انا عاوز القبعه الخضراء اللي هي قبعه التفكير الابتكاري لان انا عاوز ان انا ابني دوله وعاوز ان انا ابنيها في وقت قياسي
فانا مش هينفع ان انا اعتمد على اساليب البنى الطبيعيه، لازم ان انا يبقى عندي فكر جديد، اساليب جديده ان انا اقدر ابني بيها واوصل بيها للمساويات اللي انا عاوزها. احنا هدفنا ان احنا نعمل ننشئ هرم رابع. الهرم الرابع دوت هو مش مجرد مبنى، ده هو جيل كامل من الشباب، كل شاب منهم بيوظف طاقاته وبيوظف افكاره في تنميه دولته في بناها، علشان نقدر نسعد دورنا السيادي والريادي في المنطقه اللي احنا فيها، ونبدا ان احنا نرجع نبدا نكمل ماضينا الحضاري. احنا للاسف في بعض الناس بيعتبروا ان التاريخ الحضاري المصري وقف بعد الفراعنه، بعد كده كانت احداث بسيطه على مر التاريخ. طب احنا ليه ما نرجعش الايام ديت؟ مصر كانت متقدمه جدا وكانت بتتنازع على سياده العالم في عصر الفراعنه، طب احنا ليه ما نرجعهاش من خلال العلم والتكنولوجيا؟ الحضاره الاسلاميه ايضا ليها تاثير. انا بتكلم ان في بعض الناس يعني شايفين ان اقوى حضاره مرينا بها كانت الحضاره الفرعونيه، لان هي كانت نابعه من مصر نفسها، لكن هي بدايه الحضارات صراحه، هي البدايه فعلا كانت البدايه في الحضاره الفرعونيه. احنا قدرنا ان احنا نحافظ على تاريخنا وامجادنا في الحضاره الاسلاميه، وساعدناها شويه في عصر صلاح الدين وعصر محمد علي، بس ليه احنا ما نكملش دوت؟ ليه احنا ما نبنهوش؟ لان احنا عندنا الشاب المصري عنده قدرات قويه جدا. يعني احنا لما نزلنا جت علينا فتره احنا كنا بنضرب اطفال، فلما جينا نزلنا الاطفال دولت، الاطفال عندهم طاقات كامله قويه جدا وعندهم افكار قويه جدا. فلما بدانا نطلع بالمستوى شويه للشباب، كل شاب عنده افكار رائعه جدا، وحضرتك اظن حضرتك من موقعك دوت مريت بكتير جدا من افكار الشباب من خلال المبادرات اللي بيطلعوها. بس للاسف الشباب يعني ما عندوش القدره ان هو يكملها للنهايه، ما بنقدرش ان احنا نوحد مجهودنا. فاحنا بدانا ان احنا نتجنب النقطه ديت من البدايه، ان احنا نجمع طلبه الجامعات المصريه كلها. لما فكرتي زي فكره جامعه سوهاج، زي جامعه اسيوط، زي الجامعات دي كلها بطاقتنا كلها، ان احنا نقدر ننفذ مع خبره الناس الكبار، هنقدر ان احنا نوصل للنتيجه على ارض الواقع بسرعه. ودوت اللي احنا قدرنا نعمله. يعني المبادره نشات في وقت قليل قوي، يوم 25/11 كان افتتاح المبادره. اضطرينا ان احنا بعد ما نجهز الشغل ان احنا نتوقف عشان الامتحانات، بس هنرجع بعد كده في مع اول يوم في اجازه نص السنه ان احنا نبدا نستمر في الفعاليات بتاعتنا. لسه قدامنا شوط طويل قوي في التدريب، في لجنه التدريب والتخطيط على مستوى الجامعات، لان احنا هننزل كل جامعه بمدار 3 ايام ككورس مكثف لعدد على الاقل خالص 100 طالب، ده اللي احنا بنستهدفه في المرحله الاولى. فعلشان انا اوفر ده كله كنت محتاج ان انا من البدايه اجمع الطاقات. خطبتوا الجامعات كلها حضرتك على انها تبقى في دوره في هذه الجامعات كلها؟ احنا خطبنا الجامعات على اساس ان يبقى في مبادره موجوده في كل جامعه بنفس الاسم، في تيم خاص بالجامعه. ومين من الجامعات اللي خطبتوهم؟ هل كيانات شبابيه، اتحادات طلابيه، ولا رئاسه الجامعه او عماده الكليات؟ في البدايه تخاطبنا مع القيادات الطلابيه اللي في كل جامعه. لما قدرنا ان احنا نوفر في كل جامعه مصريه تيم كامل يقدر يشيل شغل المبادره ومؤمن بافكارها وعنده اليه التنفيذ، بدانا ان احنا نخاطب وزاره التعليم العالي اولا، وخاطبنا دكتور صبح حسنين نائب الوزير. بعد كده لما قدرنا ان احنا نوضح له فكرتنا واقتنع بيها، بدانا ان احنا نخاطب الجامعات المصريه كلها عن طريق رؤساء الجامعات ونواب رؤساء الجامعات. فالحمد لله حتى الان القبول جيب نسبة 100%، يعني كل الجامعات المصرية بما فيهم جامعة الأزهر والمعاهد العليا داخلين معنا في المبادرة بالقيادات الشبابية والقيادات الجامعية اللي هي رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة، مرحبين جدا بيها. تمام. فدوت الحمد لله يعني قدرنا ان احنا نوفر دعم كبير لينا. تمام. عشان نقدر ننزل على أرض الواقع في الفترة الجاية. أستاذ محمد مبروك، يعني قول لي بس، أنا عاوز يعني أعرف إن عدد كبير من الشباب يمكن لما بياخد دورات في التنمية البشرية بنلاقيه حب التنمية البشرية قوي، ولقاها إن هي ممتعة للغاية وكلام جميل وحاجة كويسة، ونلاقيه هوب غير اتجاهاته، بدل ما ينمي نفسه في مجال تخصصه على طول غير وراح هو كمان يبقى مدرب للتنمية البشرية. بنقوله ما فيش مانع يعني انه يبقى مدرب في مجال التنمية البشرية، بس ما يكونش هو ده هدفه، لان التنمية البشرية في حد ذاتها هي وسيلة وليست هدف. فبقى انه يبقى مدرب تنمية بشرية خلاص هو حقق النتيجة، هيقدر يدي محاضرات، هيقدر يدي يعني دورات، هيقدر يتكسب منها، والله ده الموضوع جميل والناس حباه. اعتقد ان مش هو ده المطلوب من التنميه البشريه. التنميه البشريه مطلوب في تخصصي، انا طبيب او انا مهندس او انا صيدلي او انا مثلا اديب او الى اخره، انا عاوز تنميه بشريه في مجال تخصصي. ليه ما بنحاولش ان احنا نخلي التنميه البشريه مش على شكل عام قوي مفتوح قوي، عاوزين ندخل على شكل تخصصي. اللي هيخرج ده هيخرج مهندس، يبقى انا انميه تنميه بشريه في مجال عمله، اعرفه هيتعامل ازاي، يعني اخصص له ده واعمل له تراك، يبقى هو عارف هو بيعمل ايه، بينمي قدراته فين،
الهدف منها ايه، مكتسباته ايه، مش اديله على العموم ولاقي بقى طبعا الشاب ده فرحان فيخرج او يعتبرها مهنه مؤقته لغايه ما ربنا يكرمه ب مثلا عمل او يشتغل في مجاله. ايه ردك؟ جميل قوي كده. في قاعده جميله قوي عايزين نخليها اساس في حياتنا. تمام. ان ما لا يقاس لا يضر. تمام. لا ما لا يقاس لا يضر. اي هدف تكتبه في حياتك زي ما قلت، سالت السؤال الاول، كل واحد يسال نفسه سؤال، هو عايش ليه او ربنا خلقه ليه؟ من خلال اجابتك للسؤال ده انت هتلاقي نفسك بتكتب هدفك، بتكتب احلامك، بتكتب رغباتك. عايزين نخلي الاهداف والاحلام والرغبات دي عايزين نخليها واقعيه. صح. تكون واقعيه عشان تبقى نديلها المقياس المعين بتاعها ونقدر نديرها بعد كده، تبقى على قد طاقتنا احنا. احد الاشخاص راح يشتري جهاز كمبيوتر، دخل المحل فبيسال على الجهاز، فبيسال اللي واقف، يقول له يا فندم الجهاز ده بكام؟ هيقول له 10,000 جنيه. قال له 10,000 جنيه؟ في جهاز كمبيوتر ب 10,000 جنيه؟ قال له اه يا فندم في جهاز ب 10,000 جنيه. قال له ليه ب 10,000 جنيه؟ قال له عشان ياباني يا فندم. فسكت الراجل، يعني اول ما عرف ان الجهاز ياباني سكت. طب ليه سكت لما عرف ان هو ياباني؟ المعروف في العالم عموما ان ثقافه الشعب الياباني هي الاتقان او الاحسن دائما. ده معروف ان ثقافه الجودة. الشعب الجوده في الصناعه. تمام، الجوده في الصناعه. بس عايز اسال سؤال، هو مين اللي خلق الياباني اصلا؟ مين اللي خلق الياباني؟ مش ربنا اللي خلق الياباني؟ هو اللي خلقك، هو اللي خلقنا كلنا، خلق كل الناس اللي حوالينا. بس اللي خلق الياباني، ربنا اللي خلق الياباني، خلقك انت، خلق فيه زياده، في خلق فيه هو حاجه زياده عنك؟ مش الاثنين زي بعض؟ في فرق؟ مفيش فرق. بس في حاجه بسيطه، الياباني فكر، خطط، نفذ، فالبيئه ساعدته، صدق ان هو يعمل كده فعمل كده، نجح، وصل لان هو يتقال عليه كده، وصل لان هو يتقال ان عادته هي الاحسن او الاتقان او الجوده زي ما حضرتك قلت. احنا عندنا نفس التفكير الياباني، عندنا الافكار، بس فين التنفيذ؟ فين الفعل التكتيكي زي ما بنقول؟ في فعل تكتيكي؟ مفيش فعل تكتيكي. طب احنا فكرنا، عايزين ننفذ بقى، ننزل مننا ولا من المسؤولين؟ عايزين نصدق. يعني مننا ده دورنا احنا ولا دور المسؤولين اللي يقوموا بيه؟ الافكار موجوده. اه. تمام؟ والمسؤولين موجودين. انا عايز انزل انفذ. انا نزلت، ما لقيتش امكانيات. طبيعي ان انا هرجع. فهو في عيب كبير قوي علينا وعلى المسؤولين. انا بعذر كل الناس طبعا. انا ما بتهمش حد معين بعينه. بس انا يعني يمكن سؤالي لحضرتك هو ليه اللي بياخد دوره تدريبيه في التنميه البشريه بنلاقيه هو كان عاوز ينمي نفسه في اتجاهه، لاقيه يلا خلاص ساب اتجاهه ويلا بقى اشتغل في التنميه البشريه؟ ليه؟ التنميه البشريه جذابه طبعا وجميله وشيق جدا، لكن في الاخر ما استفادش بيها شخصيا، بقى يعني اخد العلم فبينقله لغيره، لكن ما اخدش العلم عشان يطور من نفسه. تمام. يعني انا ابقى شاطر جدا في ان انا اقول، لكن زي بالظبط الشيخ او امام المسجد او حتى في الكنيسه اللي عنده قدره على الكلام وهو الاخر، وفي الاخر تلاقيه خرج مثلا يعني وما عملش بده، هو بيقوله بس، يمكن غير ناس لكن هو نفسه ما اتغيرش. انا عاوز اقول ليه الناس بتتجه دايما للاسهل، يعني مع ان انا اخدت خلاص العلم فخليني استخدم العلم لنفسي. هل لان ان التنميه البشريه مجرد كلام الاستمتاع ولا هو فعل يغير بالفعل انا بقيس عليه مؤشرات حياتي؟ التنميه البشريه طبعا زي حضرتك بتقول هو مجال تغيير. مجال تغيير، وهو بالفعل بيبقى فعل. احنا دلوقتي معنا مثلا عايزين نغير سلوك مثلا معين على شخص معين. شخص عنده سلوك مش كويس، مش عارف يوصل لهدفه، مش عارف يخطط، مش عارف بطريقه معينه. في التنميه البشريه في برامج كتير للتفكير، ازاي انا افكر، ازاي افكر واوصل بتفكيري بطريقه اللي حطوها في البرامج ديت، اوصل لحلمي بطريقه سهله بفكر بسيط بوقت معين، اخطط لهدفي، اعرف انا بخطط ازاي. كل خطوه عليها يترتب عليها اقوال كتير، كل خطوه. يبقى انا ما اخشش دوره تنميه بشريه زي ما حضرتك بتقول كده والاقي نفسي انصرفت عن هدفي، لا انا داخل التنميه البشريه عشان احقق هدفي.
هدف ان انا انمي شخصيتي، هدف ان انا انمي قدراتي، هدف ان انا اتفوق في مجالي، يبقى انا ما احوجش بقى مهما كان المجال اللي بيعلمني ده شيق. ممكن امارسه الوقت الجزء من الوقت، لكن ما امارسوش كل الوقت ويكون هو ده هدفي. زي ما حضرتك بتعمل كده، انت مدرب تنميه بشريه في الجامعه، انت خدت دورات في نفس الوقت هي تقديم، لكن احنا عاوزين منك بقى الجانب اللي هي تخصصك في مجال الدعوه، الاصول للفكر، للعقيده، للاسس التربويه الجميله اللي ممكن تبقى لابنائنا الطلاب، اذا كنت تتوجه الى التربيه والتعليم او تتوجه الى المجتمع ككل في دعواك او في بحث خاص بمنطقية الدين وعطاءاته، ده كله عاوزين هو اللي يكون من خلال التنمية البشرية اللي انت خدتها. وده بالفعل كان سبب رئيسي واساسي ان انا تدخل هذه الدورة، تخدم مجالي انا. طبعًا. انا في قسم حديث الحمد لله لله في سنة رابعة، فاخدت التنمية البشرية دي اكتسب بيها مهارات ان اوصل للناس السنه، ده اللي احنا عاوزينه، ده اللي احنا عاوزينه. اسمح لي مع استاذنا استاذ محمود فرج مره ثانيه، ايه اللي انت عاوزه علشان تحقق هذه المبادره الخاصه بكلنا ايد واحده؟ يعني هل ممكن تاتي هذه المبادره مثلا بنتائجها بعد سنه، بعد شهرين مثلا؟ يعني ازاي تقدر تحقق المبادره نتائجها، وازاي يبقى فيها انتشاريه اكتر، واهم ما تدعو اليه المبادره في اقل من دقيقتين، لان خلاص معانا الوقت نفد. المده الزمنيه اللي احنا حاطين المبادره، احنا حاطين ان احنا نوصل لهدفنا بعد سنه واحده. طبعا. بس انا متوقع ان شاء الله ان الاهداف ديت هتبدا تظهر قبل ما السنه تعدي، بمجرد ان احنا ننزل كل جامعه ونبدا نخاطب الشباب فيها، لان احنا عملنا تجربه بسيطه عملناها في جامعه بنها وجابت النتيجه اقوى بكتير مما احنا متخيلين. فدوت بالنسبه للمده النتائج الزمنيه. النتائج ايه كانت؟ لما احنا نزلنا لجنه التدريب، نزلنا في جامعه بنها، قسنا نمط الدراسه، وبعد كورسات التنميه البشريه اللي احنا قدمناها، قسنا رجعنا عملنا نفس القياس، فوجئنا ان الطلبه غيرت كتير من اسلوب تعاملها ما بينها في الجامعه. احنا كنا مستهدفين بس الدراسه، فوجئنا ان احنا الطلبه اتعاملت مع بعضها بصوره مختلفه، صوره اكثر رقيا، صوره اكثر فعاليه وايجابيه مع بعضهم. الدراسه بقى في عندنا انشطه كتير، يعني الدراسه نفسها بقى فيها ابحاث اكتر، بقى في دلوقتي في ابحاث لخدمه المجتمع عندنا في الجامعه منتشره. لقيتوا ابحاث مختلفه، لقيتوا علاقات احسن، ما لقيتوش مشاكل، قلت نسبه المشاكل، يبقى اكيد عملتوا احصائيات. ما هو احنا بتكلم حضرتك ان بعد بعد ما نزلنا عملنا الاحصائيات وشفنا قسنا الامر على ارض الواقع، فوجئنا ان الدراسه المستوى الدراسي عالي، مستوى مشاركه الابحاث بدا يعلى، انجذاب الطلبه للانشطه الطلابيه بقى اقوى، مستوى المنافسه نفسه في داخل الانشطه بقى الحمد لله اعلى. انا بشكرك استاذنا، يعني استاذ محمود فرج ماجد. محمد ماجد، عفوا انا اسف، دكتور استاذ ماجد الفار، المدرب وايضا الخاص بمبادره كلنا ايد واحده، بشكرك. اتمنى ان تكون هذه المبادره اذا كانت خاصه جامعه بنها تخص كل الجامعات المصريه، ان شاء الله تحقق. هي فعليا تخص كل الجامعات المصريه حاليا ان شاء الله. بشكر باسمكم ايضا اعزائي المشاهدين الاستاذ محمد مبروك سالم، مدير مدرب تنميه بشريه بكليه اصول الدين جامعه الازهر، شكرا ليك. اتمنى انك تكون نموذج ان شاء الله لكل شبابنا في جامعاتنا المصريه وعلى راس هذه الجامعات جامعه الازهر. شكرا ليك. أعزائي الشباب في كل مكان، كل واحد عنده فكرة، كل واحد عنده إرادة، ممكن أن يشارك في التغيير، المهم تكون الفكرة جادة وتكون الإرادة حقيقية، ويكون المجتمع بيشاركه، ما يكونش بيشتغل في جانب والمجتمع في جانب تاني، يستقطب من الشباب لدعم أفكاره ويحقق نتائج. إن شاء الله يلاقي الناس حواليه ويشوف بنفسه هذا إنتاج، هذه نماء هذه الفكرة، صلاحيتها في مجتمعنا، ونغير كلنا على قد ما نقدر، ونبدأ دايما بتغيير أنفسنا. بشكركم أعزائي الشباب، وأتمنى لكم مزيد من التوفيق. إلى اللقاء.